يعني عشت علاقة جنسية لأول مرة في حياتي مع راجلي لمرتين حاولنا فما حتى شيء. يعني فما شيء قلت ما أنا مصدومة. هو يسأل فيه يقول لي كيف هي الحكاية أحكي لي يعني صار حين نصر عليك أنا شكون باش نتهم ما عندي حتى ما غلطتش في حياتي. في ليلتها خرجت في ليلتها خرجت في الطريق أنا نمشي في الطريق ما أنت خرجك من الدار قال لك أخرج عليا ما دابش كل شيء قال لي أخرجي فما حاكم وكل شيء ونأخذ حقي بالقانون. قلت لهم تعد على طبيب شرعي أعرفوا الحقيقة من بعد اللي في بالكم أعملوا أحكموا عليا باللي تحب. برنامج عندي ما نقولك اتصل بأخصائي أمراض نساء وتوليد الدكتور صارح المرغلي اللي فسر الحالة هذه ومدى انتشارها. كما قلنا فما عدة أنواع متاع البكرة هذه، فما الغشاء والبكرة هذه اللي تسمى الفيرجينيتي والليمان بالفرنسية، فما بكرة رغيفة، فما بكرة خشينة، فما بكرة تسمى مطاطية، والأنواع موجودين حتى بالفرنسية هذوما اللي يتسموا ليزيمان إلاستيك إي كومبليزون. إيش معناه هذوما؟ معناه هذوا ينجم يقع الاتصال الجنسي من غير ما يهبط الدم، وهذا يتسبب في برشا إشكالية لبنات منهم هذه الكعب تاعها هذه، ودونك هوني ما يهبطش الدم وتقعد البنية فيرج البكرة تاعها موجودة حتى الفين تنجم تولد. جينا على الأيامات اللي باش تولد ونشوفوا اللي البكرة متاعها موجودة متقطعتش. وفما اللي يبدأ بالعكس الغشاء قوي وخشي المرأة تولي تنزف حتى بالدم ساعات حتى يقع نزيف. دونك هذا اختلاف في نوعية البكرة عند المرأة كما أي عضو في البدن مختلف من واحد لواحد. فوالا هذا ايش حبيت باش نقول بالنسبه للكا هذا. انا نتصور وحسب اعتقادي وحسب قله التقارير اللي البنيه هذيه ما عندها حتى شيء تجي من النوع اللي البكاره هذا يتسمى مطاطيه كومبليزون، نجم تعمل اتصال جنسي كامل ومن غير ما يهبط لها الدم. نجم اي بنيه البكاره نتاعها موجوده وتحبل ونجموا حتى نجمو حتى نحيو نعملو كيرتاج ولا فورتمون وتقعد البكرة نتاعها موجودة وليلة عرسة يهبط عليها الدم. فهمتني؟ وفما النوع اللي عمرو ما مسها حد والبكرة نتاعها موجودة وما يهبطش عليها ليلة ما يهبطش عليها الدم ليلة العرسة نتاعها. نزيدك أكثر منك راي النسبة ماهيش بسيطة، النسبة النجم وكل توصل من البنات اللي عندهم هذا الميزينات كومبليزون وإلا هالمطاطي وإلا هالرهيف هذايا توصل حتى 10-20% إذا كان مش أكثر. معناه إذا كان اليوم نحطوا هذه مشكلة راهو إذا كان واحد واحدة في العشرة من البنات اللي باش يعرسوا باش توقع لهم المشكلة هذه. الطب الشرعي وفقدان الباكرة تمشي بالتقطيعة هذه لازمنا نحدوها. دونك هوني يقول واسع تنجم تكون خلقي واسع ما قالك حتى حد ماهيش واسع هي ديجا عندها مشكله كان ما جاتش واسعه ما تصير لهاش المشكله هذه وراها هبط عليها الدم. دونك الطبيب الاولاني هذا اللي شافه يقول هي واسعه متفاهمين واسع مي ما قلتليش اللي مقطعه ولا لا. فهمتني الاشكال؟ دونك انا نشوف اللي عمل الطب الشرعي هو الصحيح. البنيه هذه انا با تشانس عندها ايمان واسع إيمان كومبليزون كي مهبط لهاش الدم وقعت في الإشكالية فيني تقهر قارت من الظلم والجهل التاسيس ما رحمني أحد في الدم. حكموا لي هو معنا بختية في بلاصة حبس 247 دينار حكموا لي أنا حكموا له علاش 200 بختية في تقرير طبيب الشرع هذاك قدمت أنا القضية ماني قلت لك بعثوا له المركز ما حبش يستعرف عدوها القضية وحكموا لي أنا ب 650 غرامة مالية باش ناخذ يلاندرا هل 650 نقولوا 650 مليار باش ترد لي شرفي باش ترد لي الاهانه اللي عشت فيها اندرا هالصغير الجي انا صغير انا حب حامل انت حبلت من الليله لو باش ربي سبحان عبيت تبقى بالخمسه بالسته بالعشره السنين ما تجيبش صغار. انا 31 مارس وعشت علاقه جنسيه لمرتين حبلت منه شنو مصوري في الدنيا. انا جيت بالحق خلي يعرف هو الحقيقة أنا نحب الرد كرامتي نحب الرد شرفي إنكم أنا مستعدة لكل شيء. لا يعني مقتنع يعني وياها مقتنع إيه؟ يعني اللي شفتوني يعني مقتنع بيه
ني مقتنع به. شنو هو اللي شفته؟ بالنسبه لي انا مقتنع اللي البنيه هذه نظيفه وشريفه. لا ما لقيتش، ما تهنيتش بها. تيتي خرجت ليلة العرس متاعك؟ اي سامحني، اي خرجت ليلة العرس، اي خرجت ليلة العرس. امر. نعم. يفتح الستار نعم ام لا؟ لا. صباح الخير يا عم. الى اللقاء. مثلا ولد في مثلا بالعمليه، على الاقل حتى ولدي نهار اخر كي باش يحكوا عليا، حتى كي نتعدى على طبيب شرعي صدق تبقى حاسس. شوف انا باش نفكر والله، مش اني نجيب صغير. انت تقول مش نقول لك لحظه ونتعب في الاخر ينحرف. يا عواطف اني بغلطه. دقيقه، ما غلطتش. فما راهو ناس من السادة المشاهدين يمكن ما فهموش الحكايه، خليني فهمهم الحكايه. انت ايش تقصد؟ انت تحب تولد بولاده قيصريه سيزاريان هكا ولا مش على خاطر لاسباب طبيه وما تنجمش تولد معناتها بطريقه عاديه؟ لا لا تفهم فيها، انت تحب تولد بطريقه قيصريه باش ما يتمسش غشاء البكاره ويقعد دليل براءتك موجود عندك فوق على نهار اخر. معناتها انت تحب تولد بعمليه قيصريه بدلاً هذا هو. فريق برنامج عندي ما نقول لك ما نساش عواطف، وتحولنا لمدينه القيروان ومعانا مفاجاه ليها. ام عواطف نتشرفوا لالا. عواطف بسم الله عليك، مرحبا. لاباس؟ شنو احوال؟ صحتك لاباس؟ شنو احوال البامبينو؟ مرحبا. عايش لاباس؟ شنو صار بعد ما تعديت الحلقه؟ كل واحد وش يحكي. قل يعني قبلوا الوضع، ولت فما حاجة خلقية قبل ما همش قابلين. برشا عباد حالات كيما هكا استقنعوا رجعوا لربي قالوا صحيحة موجودة حالة، خاصة الروبورتاج الطبيب اللي جبتوه يعني اكتشف برشا حاجات. اكتشف برشا حاجات. لا مشينا للطبيب قديم ولا مشينا للطبيب نعرفه، مشينا للطبيب عادي هزين الوراق. برشا عباد استقنعت، برشا عباد قالوا على الاقل حتى كي تجي حاله كيما هكا ما عادش تظلم كيما الحاله نتاعينا، ما عادش كيما قبل معنا ما نخرجش وكل شيء، وليت عادي نطلع نمشي. لاباس. وليت مرتاح قبل، خير من المده الاولى، خير من التسع شهور اللي عديت. الطبيب هذا ربي فضله سي صالح المرغلي تطوع باش يكمل معاك للاخر. اتصل بينا وقال اللي انا قابل باش نعاون عواطف ونولدها من غير حتى فرنك. يرحم والدي ووالدي. فما حاجه اخرى باش نقولها لك، فما محامي تعاطف معاك زيد واتصل بينا سي حسن الغضباني، تكلمنا ووافق انه يترافع عليك. نتمنى معنا ياخذ لي القضيه هذه يكملها للاخر بالحق وياخذ لي حقي، ظهره لي بالحق. عواطف حاضره؟ حاضره. بقاجك حاضر؟ موجوده. حاضر كل شيء حاضر. باش تمشي انت والوالده؟ هي هنا امي. انا حاجه هكا عطيت لها بها ولا مش نصيبكم ولا مش نصيبكم. عايشه 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 عايشه. وتكفل دكتور صارح المرغلي ومصحة مجرين بحالة عواطف وأبدوا استعدادهم إنهم يحققوا لها حلمها وأمنيتها في ولادة قيصرية. عسلامة عسلامة دكتور. لاباس؟ شنو حبيبي؟ لاباس؟ هاي تفضل. عسلامة دكتور. تفضل. عسلامة. هذه عواطف؟ عسلامة عواطف. انت شارها بتحب تعمل العملية باش تخلي البكارة نتاعك وتقعد واحد نعملوها لك، ما فما حتى إشكال، ما فما حتى خوف لا عليك أنت لا على البيبي. حضرنا لك ليكيب كاملة من التكنيسيان حتى البيدياتر اللي باش يقبل البيبي هاكا بتلقاه حاضر. تو نعملوها لك وتروح قدرة ربي كان فرحانة أنت والبيبي. داكودو سبعة وست. وي يا أهلا وسهلا عسلامة. سبعة. أسمع بالله باش تجيك توا مدام مزيان عواطف. إي باش نشقوا لها غدوة إن شاء الله. ضروري تعمل لها RCF، تعطيوها تتعشى الليلة، وتعطي لها ديزانجكسيون دو كورتيكويد، و فوالا، أوتون فالا بروغرامي بور دومان. تكلم ليكيب كامل، حضروا لها البيدياتر والليكيب
والناس الكل تبدا حاضره. اوكي اوكي هاي ملا ادوما ان شاء الله. اوكي نعيش على السلامه. دونك هزها تو الكلينيك مقرينا. اي بيان سور بيان سور تو نتعديو الكلينيك. عسلامة. مرحبا. صافا ملا عسلامة. مرحبا سي عبد الفتاح. مرحبا انت ديريكتور نتاع الكلينيك. مرحبا بك. نتشرفوا. هذه الباسيونت تاعنا عواطف. مرحبا يا عواطف. لاباس؟ الحمد لله. تعديت مليح؟ تمام. ان شاء الله مبروك عليك. ان شاء الله مبروك عليك. احنا نشكركم باسمنا وباسم عواطف بالحق خاطر اللي عملتوه مش شويه معناها. وميرسي ربي يخليكم. بالعكس احنا وجبنا باش نقوموا بالادوار الاجتماعيه. خايفه؟ ان شاء الله ديما فرحانه يا رب. شنو تعمل لك؟ توا قاعدين نشوفوا في الكوردون. زمان سيستماتيك ديال البوني. بور فواغ اسكو لاباس ولا مش لاباس. اسكو يا مالفورماسيون ولا لا. On voit l'adaptation, comment il s'adapte à la vie extra-utérine. Est-ce qu'il est autonome ou elle est? Est-ce que femme a des signes de détresse ou elle est? Voilà. C'est tout. Il a l'air de bien se supporter. كفانا من ولي لايزة دي فلق بحذية ولا لا هاي كنا مبروك تبارك الله جيبونا تنطهروا لك انا عايش ان شاء الله تنتظر تترجعوا عندكم بعد تهزولة كيف في الشمس اروي دي احمد عسلامة لالا الحمد لله على خلاصك لاباس سافا صحتك لاباس هيا هذيا بوكي دو فلو ورود عبد الكريم بن صالح جينا جبناه لك اليوم سافا صحتك به هذوما شويه حوايج جابوهم اهل الخير هاكا جبناهم لك تونس راهي مازالت الحمد لله يا رب قول الحمد لله مازال الخير في الدنيا عندي حاجه اخرى فما راجل فاضل جينا حبي وصلك لمينا هذه هو طلب لي ماذا به ما قولوش له هو شكون حشاي من نجوس باش نقول اسمه بعدين باش نشكرو سي خالد عطاك لمينا هذه تفضل يا لالا ربي يخليك حالة عواطف خليت برشا مشاهدين اللي عندي ما نقولك يتعاطفوا معاها ويهديوا لها مستلزمات ولدها احمد فماشي ما ترجع لها البسمه وامل الحياه عسلامة عسلامة هيا شحويلك لاباس سافا شحوي صح ولو حمودي تبارك الله تبارك الله تبارك الله توا تكمل تشد رويحتك وتفرهد نكملوا الطريق تجي نمشوا للمحامي ساعتين غبالي
الحمد لله. ونكمل الجرأت معك إن شاء الله بالقدرة. عايشك أما ترى عندي شوية قضايات ليك والأحمدوش جابوهم أهل الخير. عايشك. عرفش ندخلهم لك. هواتف باه هذوم شويه قضيت من عند اهل الخير. هذايا كوشيت وفما من عند جمعيه امل امل لكل طفل. هذوم كرادن حليب بالعمر من اللي هو تاو حتاكش للي زيد يكبر. هاكا اقراهم كل شهرين ثلاثه شهور فما حكوك معينين شربهم له داكوردو. باه هذوما الحليب من عند سرياف. هذوما مدام حنان هذي دبدوب صغيرون دبدوب صغير. ليه المعلم شيخ مش ليه بينا هذي بارك ولي حلو ركبولت نجم ترقدوا فيه نجم تحطوا يلعب فيه. هذا لوندو هذوما زادا يركبوا يتحطوا في اللوندو من الداخل جست. هذوما هكا الحوايج فيهم من اللي هو تاو بيبيل اللي زاد يكبر. الكوش زادا كيف كيف بالعمر. مازالت الرحمة في تونس ومازالت أهل الخير. مازالت أهل الخير ما كنتش نتوقع أني باش نوصل للمستوى هذا وباش ترجع شخصيتي كيما قبل وباش نرجع نحكي كيما قبل وباش ترجع معنا فيها أمل في الحقبل. أي 8 شهور ما وصلت لحد شيء كيش هدخلت شهر التاسع وصلت النتيجة وقت اللي جيت للبرنامج وتحلت برشا بيبان في وجهي. كنت قبل أي باب ندق ومسكر في وجهي بالحق. كنت قبل يعني نقول باش نجيب بس صغيرة ذا باش يتحكم في جورتي معنا ما فماش حتى مصير لي من كثر ما نقمت عليه العباد والصورة اللي شفتها في الدنيا ذي. والحمد لله يا رب ما كنتش نستخير روحي اني باش نوصل للمستوى ذي ونشوف فرحة في الدنيا بالحق. ان شاء الله ديما فرحانة يا لالي. يا رب ان شاء الله ديما فرحانة. النهاية النهاية بالفعل هي كانت سعيدة وما كانت سعيدة. كانت سعيدة لانه انتهيت بمولود وانجبت مولود ونهايه كانت خايبه لانه المراه مسكينه مطلقه وما رجعتش لرجلها. هنا يقول قايل فشلنا نجحنا. الموضوع هو من اساسه صعب المنال وصعب التحقيق لكن على الاقل هاو فاش نجحنا. نجحنا انه حكينا في الموضوع واكتشفنا ادق تفاصيله. نجحنا مش نشكر في نشكروا في روايحنا راه لا بالحق هذا كلام يزمو يتقال. ونجحنا لانه المرأة بالحق ولدناها في ظروف باهيه ويعطيهم الصحه المصحه اللي تكفلت بهذايا فاعل خير هما اللي فريمون معناتها تكفلوا بهذايا كلينيك مجرين. قالوا تفرجوا في ليميسيون طب معناتها مولا الكلينيك قال اخويا انا نتبرع نولدها. دكتور مرغني قال انا نولدها من مالي الخاص وتكفل بهذايا. هذا فاش نجحنا. نجحنا لانه باش نشجعوا الناس غدوه انهم يعاونوا الناس ونشجعوا الناس في انه غدوه تحس بالناس. وانتوما كمشاهدين حتى كي تعاطفتوا معها والدبش اللي جاء وقدمتوا لها بعض المساعدات العينية وفلوس وكذا 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 هذيك اللي نجحنا فيه. واحنا مطالبين الفرحة اللي شفناها في عينين عواطف هي اللي تحسسنا انه نجحنا في تناول الموضوع هذا. الفشل في اطلاق يا اخويا شو نقول لك؟ قول لك راه موجود في كل العائلات. الله غالب معناتها اذا كان ما نجمتش ترجع لرجلها هذا يراه مقدر ومكتوب. توا نجيو الى حكايه سوسن ومحجوب اللي ايضا حقت من اعلى نسب المشاهده في برنامج عندي ما نقول لك. سوسن ومحجوب كانوا يعيشوا في ظروف قاسيه جدا. المراه كانت متعاركه هي ورجلها، رجلها بطال. بربي كيفاش تنجم في ظروف قاسيه تنجم تلقى زوز من الناس يبتسموا وشيخين وعاملين جو؟ تي الميزيريا تخليك مش تخرج من عقلك. الميزيريا الفقر والاحتياج والهم اللي يهبط على البشر والظروف الصعيبة هي اللي تنجم تغلب قصة الحب اللي جمعتهم وتغلب الحب اللي بيناتهم. وقت اللي الميزيريا تخليك تكره اللي قدامك وما تنجمش تشوف اللي الحاجة الباهية وتكره روحك تخليك تختلف انت ومرتك. نهار تدخل تشخط تخرج تشخط. هذاك علاش هي جات حابه ترجعوا للجادة. كي مشينا شفنا من بعد شفنا معناتها الدار وشفنا وين ساكنين وين عايشين. هنا صدقني رجلها محجوب والله لنلومه
ما نلوموش، الراجل ساكن في قصديرة وحنا الشملوطة وفي التراب وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، جات على أساسها باش ترجع سوسن باش ترجع محجوب وتفتح الستار نهارتها. لكن هات نتفكروا أدق تفاصيل الحكاية هذه ونشوفوا سويفي اللي مربوط بها ثم لنا عاود طب خدم بدات في دعنا بدات بتفدليك عام سامينا أخو بندك قالوا مسيلة شو صار المكتوب واخذينا بعضنا هيا بي عن حب ما عن حب ما أنا دبر علي بو قالوا برمش ابني بها ابني لها كيب وسكنها فيه ابني لها؟ كيب شو كيب؟ ماش كوخ هز حيوته وقدها كيب هاي ها ها يك هاو هاي ابنه لك شي هذا اللي قال بنيه هي الحمد لله معناتها دويره تسترك انت وراجلك يا ريتها جدا تستر كان مطر كان وقت تصب مطر عارف معناها لا عروس لا شيء فهمت هز يا جو لا عروس لا شيء معناها مش مبنيه على الصح فهم ها بنينها في في الجبل غادي في بلاصه كوخ معناتها كان مطر تصب عارف راني معناها نعوم فيها كان سيف تسخن تبدا سخون سخون بصفه غريبه بحكم زين معناها يجبد السخان السخان ويجبد البرد والماء كهوس كنت عادي معناها كان بيت مش شهر عمري ندخ على باب حد معناها وناخو ما عند حد صارت كا هزت ولدي وروحت ايه كيفاش ولد صغير استحمل الوضع هذاك ولدي قيت عليه حنش شنو قيت عليه حنش شنو لقيت عليه حنش لقيتو عليه هو راقد حاطت وراقد ومغطيته بمحارمة هكا على الذبان فهمت يا رسول الله وسبحان ربي ما مسوش الحنش ما درش بيه دوبا لقيتو طالع على المحارمة هكا بلادي طالع هذيك الملايكة حميتو تلقاه هات لي طيش المحارمة استر ربي يا بنت ما انا ما نعرفش قعدت ما اني قبل عشت ما تعذبت ما ومشكيتش فما استحملت اي استحملت مين تو خايف على ولدي ان ما نحبش نخسر وني رتو بعد 3 سنين يمكن يقول لك معناها كيما تعذبت مرتي ما نحبش ما نحبش ولدي تعذب كيفها مي الغالب ظروفي اللي عطاتنا ان شاء الله ربي يعطينا ما خير يا علاش ما لوش عليك وما جاش هزك وما رجعكش ماش لا لازم تكون تعرف قول لي علاش كون ظروف ما خلتوش انتي مرعيت له ظروف مرعيت له ظروف مين حب اني على ساعات را ودي فيديو يضحك ولا ناس نحس وليك من نهار بعد نهار بيت على ابوه انتي تعرف اخر مرة شخيت عليها محجوب ودك لقيت عليها حنشرة وانتي تعرف هذا اني مش مستعدة انا اخسره له اني قبل صبرت على حلو المرة وعمري النهار تكلمت وتشكيت وانتي تعرف هذا ايش تحبني نعم نمشي نسرق تاع العباد ما قلتلكش اسرق اما انا كيفاه علاه تحبي نرجع بيه الغادي يا لا غير بذاك نقدر عليها حاجه حاجه تبعها تحب عليها انا حاجه ما نجمهاش حاجه صعيبه عليا انت باش حاجتك يا سوس حاجتي بدار تلمنا نقترح عليكم يا سيدي اسبوع في نزل 5 نجوم ها باش تعديو فيه نقولوا جمعة العسل بالروتار باهي فماش ما في الجمعة هذيك على الأقل يتفاعلوا أهل البر والإحسان وتلقى خديم يفتح هذا الستار نعم أم لا يفتح يفتح الستار الزوز هذوما ما هم طالبين حد شيء لا طالبين صدق طالبين أنهم يخدموا أكهو والراجل ظاهر خدام وظاهر في قلبه وحاطط في قلبه بالفعل دونك كل شيء نجم يتحقق بإذن الله عايزين تتابعوكم ها ملي تخرجوا من هنا وإن شاء الله الصور اللي باش تجي تكون كان صور جميلة وصور باهية وبعد تصوير الحلقة حاولت سوسن ومحجوب للنزل في انتظار تفاعل المشاهدين مع حالتهم الاجتماعية وإيجاد حل لمشكلتهم. حكاية سوسن ومحجوب خلت برشا مشاهدين يتعاطفوا معهم واتصل ببرنامج عندي ما نقولك رجل أعمال وأبدأ استعداده إنه يتكفل بحالتهم ويوفر لهم المسكن اللائق والخدمة المحجوب
تحول علي لمنزل بوزلفة، ومعاه مفاجأة ليهم، فماشي ما يرجع لهم أمل الحياة. السلام عليكم. بربي دار محجوب وين؟ منين؟ من هبطة هكا؟ من اللي على اليمين ولا اللي على اليسار؟ اللي على اليمين، باهي داكور. حبيبي برد بالك. باهي الدار الأولى على اليمين يظهر لي هي دار محجوب وسوسن، مش دار. سكيت طريق وخ كريمون. خوخ. دار محجوب منين؟ هذه من هنا. اهلا اهلا محجوب. شنو حوالك خويا؟ مس عليك صافا؟ شنو امورك؟ هذه الدار؟ هذه وقتاش بنيتها؟ قبل الثورة. قبل الثورة؟ وفيها شفاء وين المدام والبيبي وال اهلا شنو حوالك؟ لاباس عليك؟ ادخل ادخل حبيبي ادخل ادخل. اهلا عسلامة مدام. شنو حوالك؟ لاباس عليك؟ وين البومبينو ترى؟ هاتوا هو هذا؟ هو هاتوا 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 الطحفون هاتوا. عسلامة 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 تبارك الله عليك. ما تقوليش تعيش هنية؟ عايشة هنا. صور القاعة حبيبي ترى شو صور القاعة. هون ديما غادية هون البارح ما مطرت. معناتها يا جور و هون الميل بارح وزنك وشد شد حاجة الوليد. لا خلي خلي عندي يعني هذي معناتها بالنسبة لا ما هو باش الناس ما يقولوش هذايا عملتوه خاطر باش نجي ونصوروا لدرجه هذا هذه الدار هذا الصف هذا هذه الطوله هكا هذاك الجير خويا هذه الطوله وطوق تقطر هذا ولا ما تقطرش ساعات طوق تبع نتا خويا وهذايا جور مش مليخ مش حد شيء هذا كان دي انا والدار والواحد به قل لي سوسن بعد ما تعدى البرنامج انا استغربت شويه فما حكايه انا الحق ما حبيتش نجبدها وما حبيتش نرد عليها بصراحه رغم أني العمل الخيري العمل اللي يشجعوا عليه الناس كل لكن يزم يكون عمل خيري مبني على حقيقة ومبني على صدق خاطر العمل الخيري كي تبنى على كذب وعلى تلفيق تفهم فيها راو ما هوش عمل خيري. مع احترامي للجمعية اللي جات صورت تكريد سيكونس في الفيسبوك أنا قعدت بيت قلت شبيه سوسو شبيه محجوب شفما يا أخي لا مخليش لبش نهبطها يهبط شنو هو شنو اللي صار أنا, أنا أنا بعد ما كملنا من استوديو بعثناك للوتيل خمسة أيام هك لا جمعة في الوتيل جمعة هاي زدت نهارين معناتها هاي فرطوا في الوتيل غادي ومور مريق هاي بعدها روحت وقلنا لكم تونا اتصلوا بكم راو الناس قاعدة قاعدة تتفاعل قاعدة تتفاعل معاكم ايش اخر بتخر بتخر بخر هذاك حاب يجي معناها يجي هنا يصور هبط الحاجة دي في فيسبوك وصرت تتاجي الحاجة دي وانا نجال يصور شنو هو احنا اتفقنا بعد مده باش نلمدوكم نلمدوكم يعني على وقت جيتك ما طلبت منك شيء اي انت علاش قلت علاش يعني وقت قلت اللي انا ما جاونيش لا لا يعني وقت اللي تعدى لا ما قلت له انا يعني قلت له وقت اللي خالي يتصلوا بي قلت له ما اتصلوش بي الحق قلت له وقت مزيت ما اتصلت مزلنا خاطر لمدوك ايه انا يعني اللي جاوبت معناها باللي فما فهمت قلت ما اتصلوش بي وخالي راكش تكلم فيهم قلت معناها ما عنديش نمر باش نكلمهم معلي حتى النمر حتى احنا نكلموك اي فهمت حتى انتم تكلموني هذا اللي فهمنا احنا ما حبيشناش نردوا نتاعو حاب يشرب جامعيته هكا هو حاب يشرب جامعيته على حساب على حساب اني قلت مانيش طالب باش اني وقت اللي مشيت اني ما طلبتش طلبت اني نرجع لرويجلي تحت سقف واحده طلبت منه انه باش يعاونني صحيحه معناها لا لا مش مشكله انا فقط ما حبيش نجاوب وقتها تو سامبلومون خاطرنا احنا ناس محترفين نجاوبوا كان بالصوت والصوره وبالفعل ما نجاوبوش بالكلام الفارغ بارك الله فيك ويرحم وسامحني كان لا 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 اختي اختي لا لا سبحان الله يا اخي شكون منا ما يغلطش نعم. سبحان الله معناتها انت على نياتك على نيتي ما نجاوبش وهما ما كانوش على نياتهم ربي يهديهم وكاو ربي يهديهم وكاو وريني الدار الباقي باقي الدار وين اش فما هذه راه كوجينا من منين وين الكوجينا هذه ادخل حبيبي ترى ادخل 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 هذه الكوجينة هنا الطيب وهنا تعمل كل شيء وعندك ضوء كيفاش الضوء عندي الضوء مال الفريجيدير كيفاش انا حاطة فيها نمدة شوي شوي خذها على الفار معناتها الفريجيدير حطتها ما غير ضوي ما غير ضوي مش باش تبرد لك هكا مش باش تعمل لك باش نحطها على الخضره معناها على الفار وعلى الواحد مش نتعبش على حاجه والطيب هنا يبدا بوس الغاز لهنا هي ما ظروف خايبه برشا والفار يحفر ها شي هذيك بلاصه الفار هذه عايش معناتها عمك عايش الفار معناتها عمك الفار عايش معاك عايش معاك بس انا روان قلت لي وقتها لقيت حنش لهنا على اي هوني هنا بلاصه حلقتها بلاصه هنا يا رسول الله
وي وفي الشتاء في البرد كيما هكا تو في طقس كيما هكا لا شوفاج لا حد شيء لا كانوا شيء شيء حتى الضوء على فنان والارض هذه كيفاش خديتوها انتم كيفاش عملتها انت تيجا محجوب تيجا من هنا تيجا بحذاك تيجا خد من هنا كيفاش عملتوها الارض هذه وبنيتوها وقديتوها تقولي قولي ما تخافش ما تخافش لا والله ليه معناها هو التراب هذيك معناها مسيبه فما على اساس انا اخذنا شويه من بنينا ما فيها اكثر فيها حتى ما انت بنيتو برا وكا بنيت مهم كان راسي فيها باش نجم تعيش باش نجم نعيش وبرشا ناس كيفكم لهنا في المنطقه هذه كلهم هكا ولا كيفاش؟ اي فما هكا فما هكا فما اللي حتى هم معناها اللي ما عندهمش فما اللي عاملها على التراب يلوجوا على التراب ملك الحاكم معناه يقول لك معناه يلوجوا على التراب اني ما عنديش من نسكت فهمت واني هاك التراب وانت محجوبه هنا ما خدمتش ولا انت ما تخدمش لهنا؟ لا لا ساعات ضربات ضربات شنو في الحاله هنا في الاراضي اللي موجودين هنا في السويد انت اللي بنيتها هذه انا اللي بنيتها وما حاولتش يعني امكانياتك ما سمحتلوش باش يعني هذه باش نزيدوا فيها حاجه يعني الجيد نتاعو هو جاب كان هالطوله هذه الطرف نتاع الزنك الكوخ هذا وهالياجور هذا وليدات حلال الوازد عاونوه باش ولولي سامحني وطرق معناتها وترقدوا في البلاصه هذه كهو معناتها هنا كهو هذه بيت النوم معناتها ها واني وين كتلحناش هنا وين وريني هنا البلاصه نتاع شنو هي الحريق هذاك هذاك حرقنا حطينا بلاستيك حرقناه البلاصه حرقتوها علاش ما هو قالوا باش ما البلاصه احنا شقينا في اه هو احنا شقينا راديكا غاديه ايوا وحرقتوا البلاصه باش ما عادش يطلع حتى حناش واحد اخر وهذه ما انت تبيتوا لهنا نباتوا هنا انت وراجلي وولد وراجلك وولدك عندك كوسات اي عندك تبش عندك اثاث اخر ولا ما عنديش هذا اللي عندي هذا اللي موجود هذا اللي عندي باهي محجوب تو سؤال وين التواليت؟ بجنب التواليت من تالي مسقفه ولا مش مسقفه؟ لا مش مسقفه ما فيها حد شيء ما انت عملت حفره وبرا شوف محجوب وسوس احنا عنا فيكم ثقة حق التعرب اما نحب الثقة هذه تزيد تضعف اكثر احنا باش نخرجوكم من هنا واللي باش يخرجوكم من هوني راهو مش فريق برنامج عندي ما نقولك احنا واسطة فما ناس تفرجوا في الاميسيون شافوها اعجبتوهم قالوا هذوما توانسة كيفنا كيفهم التوانسة حبوا يعاونوكم حبوا يعاونوكم في انكم تعيشوا في دار وانت تشد خدمه وفما ناس عطاو هدايا وعندي في كرعبه كبيره تنجيبهم لكم باش تسكنوا من غير ما تدفعوا حتى من لي وباش تخدم من غير ما تعمل مجهود كبير 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 شهريه محترمه بارابور الامكانيات اللي عندك وانت مدام باش تعيش في ظروف خير من هكا الف مره التصويره هذه اللي ريتها وهل الواحد اكيد في مبرشة توانسة يعيشوا في نفس الظروف هذو اكيد اكيد انتم باش تخرجوا من الظروف هذه ونتمناو انه التوانسة اخواتكم زاده اللي يعيشوا في نفس الظروف هذه يخرجوا منها انتم جاتكم الفرصه انكم ظهرتوا في برنامج ما كنتوش ناويين لا مديتوا ايديكم للطلبه لا جيتوا تطلبوا في اعانه وهذا ظاهر من الميسيون لكن واتاكم الحظ في انه التوانسة حبوكم وحبوا يعاونوكم باش نخرجوا من هنا تفهم فيا وان شاء الله اللي فيه الخير يصير ان شاء الله في انتظاركم مفاجاه كبيره ان شاء الله باش تبدل لكم حياتكم كومبليتمون تعيشوا في ظروف مخير ها تاكلوا ماكله مخير تلبسوا مخير وتربيوا ولدكم في ظروف مخير من هكا وهذا كل بفضل راهو مجهود التوانسه اللي تفرجوا فيكم واللي حبوا يعاونوكم هذا اللي حبيت نقوله لكم بارك الله فيهم يا حمودي فوالا يعطيك الصحة وإن شاء الله اللي فيه الخير إن شاء الله يصير وإن شاء الله تكونوا في مستوى الثقة اللي أعطوها إن شاء الله هاي نمشيو نمشيو شنو الدبايشات اللي باش تهزو ما تهزوش برشا كل شيء موجود راه ما بس اللي تباهي هز اللي نجمو نهزوه ومن بعد يعمل الله هدلي داكورد أنت ما تهز حتى شيء مادام هي محجوبة إيش ساكي بان هز أخويا إيش باش تهز لي سامحني ساكي أتو البقية ساكها بربي يهزوها معاهم والبقية تو نكملوا خلطوهم هاي هاي سيبو هاي برا خوي البقية تو نكملوا رجعوا هاي هاي محجوب برا هاي هاي يا جماعة هاي
يا وليد امان كمل جيب معنا الحوايج بجهرب. هاي يا جماعه على خير. ساكي بالله عايش على خير. حذي الفرش. هاي برا ساكي خاطر حذي الفرش يا وليد. هاي هاتوا جيبوهم. هاي مازلت ساك اخرى؟ لا الساك نتاعي نتاع فيها حليب بالولو. يا وليد برا مش كمل جيب الباقي. كمل هذوما. برا. شد هكا. هاي مدام تفضل سايس روحك. ولف الوليد بقدا بقدا. مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بكم. اي تو عندكم استعداد هكا باش تبداو حياة جديدة ولا؟ ها كيفاش؟ قول. مستعدة ولا؟ مستعدة. مستعدة. شوف واحد راهو كي باش يبدا حياة جديدة يكفي يتغير مقر السكن والظروف ويكفي انه الرجل معناتها راجلك كان عاطل عن العمل يكفي انه باش يخدم. هذا يا رب باش نبدا حياه جديده. باش تبدا صفحه جديده ان شاء الله. وانت محجوب. محجوب هكا عاقل شويه. زمك يزبط تتحرح شويه محجوب هكا باش هذا يكبر في عزكم. توا يا سيدي الدار اللي اعطاها فاعل خير الدار هذه فارغه توقعت تتأثر ديجا هاو في نصف الصورة. في نصف الصورة توا فما ناس قاعدين يركبوا في الأثاث وقاعدين يقدوا في الكوجينة وقاعدين يقدوا في التلفزة وقاعدين يعملوا لكم في الساندوبا وقاعدين يعملوا لكم في الديكور تاع الدار. نخليكم بعد دقائق قبل ما نوصلوا. شنو تحبوا تقولوا للناس اللي عاونوكم واللي وقفوا معاكم واللي تبرعوا لكم برشا حاجات؟ شنو تقولوا للناس؟ أشكرهم. نحب معناها نشكر اللي هما وقفوا معايا حتى كان مش على خاطي على خاطر اللي بين. ايوه نقذوه من العيشه اللي كان عايشها باش يكبر ويتربى ويعيش احسن عيشه كيداد. بارك الله فيك. نشكر اللي هما وقفوا معايا. ودي سي محجوب. نشكرهم ويرحم والديك. سيدي مرحبا بكم. هيا محجوب مرحبا بك. مدام مرحبا بك. اهلا بك صافي سايس روحك. هاي سيدي مرحبا بكم في مقر اقامتكم الجديد. هذه العماره اللي باش تسكنوا فيها وهذه العماره سي محجوب اللي باش تخدم فيها. الله يرحم والديك. لا مش يرحم والديك، يرحم والدين اللي هداكم. هل العرض هذا هو اللي هداكم؟ احنا رانا مجرد واسطه فقط. فما راجل طيب تفهم فيا تفرج فيكم في التلفزه تسمع فيا وقال يا خويا انا خدمه مسكر. قلنا له بارك الله فيك وكثر خيرك. هاي سيدي بال شو اسمها البلاصه بالهويشات. بلاصه حلوه راهي الهويشات تحفونه تفهم فيا. صحيح عندكم فيها ذكريات خايبه لكن اليوم مع العام الجديد نبداو ذكريات باهيه في بلاصه ما نقولش خير اما بلاصه على الاقل كومفورتابل برشا خير من اللي كنتوا فيها وعلى الاقل حياه جديده. اي تفضلوا سيدي مرحبا. نعرفكم على البلاصه اللي باش تسكنوا فيها. هذه يا سيدي العماره من برا هاو باش نهزكم المقر السكنه نتاعكم ومقر الخدمه نتاعك. هذه حاجه مهمه برجع انك باش تخدم وين تخدم وين باش تسكن. هذه الحاجه الباهيه خاطر جاونا برشا عروض باش يسكنوكم وباش يخدموكم. العرض هذا الوحيد اللي باهي معناتها بالحق معناتها عرض مهم برشا. هاي تفضل. تفضلوا مرحبا بكم يا سيدي. يا محجوب قول كلمه يا اخي. انت شبيك ماكش فرحان ما فهمتش ياسر نتكلم شبيه راجلك انت مش فرحان سكوتي لا بد تقول انت عامل معك البايسه ولا استنى خاطر انت في البرنامج جيت تشكيلي منه راه شكيت لي منه على خاطرو هكا بعد شوي على بعد شوي على ولده وهرب هكا يدور والله نوريك كيفاش لو جا لك ويجيبك. هاي سيدي تفضلوا باش نعرفكم على الدويره. هاي سيدي وصلنا لل وين باش تسكنوا بالضبط. هاي شكون يبدا الاول محجوب ولا المدام؟ محجوب. هاي يا سي محجوب تفضل اخوي هذه بيت النوم. هل لك الباب زيد حل الباب يا محجوب زيد
تفضل مدام، تفضل 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 يا مدام. هاش ليا تراه قل لي ها؟ كنا من الصباح. عجبتك ولا؟ أكيد عجبتك. أوكي شوفي أمورها واضحة محجوب. نعم. تقعد يا محجوب، اقعد تقعد يا محجوب اقعد. ها مدام كيما توقعتوا ولا خير من اللي توقعتوا ولا قل؟ محجوب خير من اللي توقعت. بالحق؟ يا مدام تستاهل تغريدة به يعني من عندك. ما تعرفش تستاهل على الأقل ابتسامة حلوة من عندك. بهيش البيت مدام؟ بيه. هاكا عندك فرش البيبي، عندك خزانة من هولي، وعندك لاباجور، وعندك ما تقلقش روحك فما أثاث كامل الطاوات وكل شيء ما تجيبوا حد شيء. بون اللي جبتوه ميسالش. أو عندك زادة كويتروات لهنا أمور مريقلة ما فما حتى مشكلة. هذه بيت النوم، بيت محترمة باهية لايقة لايقة بالوليد هذا الصغير، على الأقل يعيش في ظروف طيبة، ها لا على الأقل ما يبردش في الشتاء هذا، وكل شيء هذا راهو من أهداء واحد من التوانسة تفرج فيكم في برنامج عندي ما نقولك، وقال الزوز هذوما أنا نحب نعاونهم. الدار هذه كانت هنقولها لك، تعرف أخذينا وقت احنا باش نحضروها أو يحضرها، معناتها السيد اللي أعطاه العرض هذا قعد يجي جمعتين وهو يدهن ويليق ويقد في الرخام ويقد في الدنيا كل، يرحم والديه ويعطيه الصحة وبارك الله وبارك الله فيه. يا مدام عندك انت دم. البيت الثاني يا مدام، مرحبا بيك. وبيك. هاي سي محجوب بي. ادخل يا سي محجوب ادخل. هاي مدام هولية لله، عندك عندك كوجينة، عندك اوت الغازة توجيك، حذر باش دبوز الغازة توجيك. الأثاث هاوك اخذيكم شوية معهم باش واحد يطيب وكل شيء. وعندك هولية، عندك هنا صالة صغيرة، ها عندكم زادة بلازمات ليفزا، ها عندكم قناة التونسية داكورد، وعندكم بارابول. أموركم واضحة ما فما إيش هكا مدام، أموركم واضحة ما فما حتى أدنى أشكال. عجبتكم البلايص هذه ولا عجبتكم؟ والله عجبتكم. والله عجبتكم. كنت تتوقع مش تلقى حويجة هكا ولا ما كنتش؟ بالحق الحمد لله يا رب. بالله هاكا علولو عاد بشوية يتفرج في التلفزة، ها الحمد لله، ويبدأ أموره واضحة وما عنده حتى حتى مشكلة داكوردو. به باش نشوفوا التواليت والدوش. هاهما عمولية التواليت والدوش على تفضلوا. ادخل مدام. هاي برا محجوب محمد حبيب برا ما نسيتش، خلينا نشوفوا التواليت والدوش يورينا، خلي محجوب يورينا داره. هاي يا سي محجوب ها هاكا على الاقل هاي لا عندك ماء سخون وعندك تواليت باهيه باش الوليد ما ي... حتى الدوش الوليد ما يمرضش وما يستبردش. هذه حضرت في اقل من جمعه راهو، في اقل من جمعه من زمان باهية. هاي يا سي محجوب توا يا سيدي بن سيدي باش نجيو للمرحلة الثانية. المرحلة الثانية سيدي الخدمة، الخدمة عندك شهرين 500 دينار في الشهر داكوردو، فيها سيانا سيس وروتريت تاخو 500 دينار في الشهر، وهو باش بعد شوية تصحح كونتراتو. زيد نحب نقول لك حاجة، أنه السكنة لهنا بلاش، ماكش باش تدفع كراء طونكو أنت راجل ملتزم ومستقيم وتخدم على روحك. الدار هذه تسكن فيها قد ما تحب ما دامك منظم ومستحفظ على ولدك وعلى مرتك. فهمنا؟ لا مش يرحم والدي انا، يرحم والدي السيد اللي ما يحبش لا يذكر اسمه ولا يقول، يرحم والدي. تفهم فيا؟ دونك لا تدفع لا ماء لا ضوء لا كراء لا صديق، حتى شيء ما تدفع، حتى الاثاث هذا الكل هو شراه بالمال الخاص وأثث الدار هذه كلها لكم انتوما من جيبه من حر ماله داكوردو. باهي اي سيدي جي طول الخدمة. ايش باش تخدم سي محجوب؟ حسب رايك باش تخدم محجوب؟ يا سيدي لقينا لك خدمة مرتاح يا مدام باش ما يتعبش، خاطر نعرفوا محجوب في الليل شوي باش ما يتعبش ويخدم خدمة باهية. هاي الخدمة سيدي عندنا تليفزة صغيرة هنايا، هاي التلفزة، التلفزة هذه فيها مدخل العمارة، مدخل الباركينج، ومدخل الهول اللي دخل للبلوك بتاع الديار. انت خويا باش تشوف ثلاثه كاميرات هنا، ترى حاجه غير عاديه ولا غير طبيعيه وانت قاعد في دارك، راهو ماكش مطالب باش تخرج، تعلم بالجهاز السلكي ولا باي وسيله اتصال اخرى اللي برا باش يثبتوا يشوفوا لحمايه السكان وشيء من هذا القبيل. معناتها
وانت قاعد تتفرج في التلفزه ومرتك بحذاك خدمتك تخزر للي ذكروا هذو داكور تاخذ 500 دينار في الشهر داكور يا سعدك وبقوى سعدك بقوى سعدك عندي ليكم هديه اخرى كيف كيف ماهوش برنامج عندي ما قلت الناس فما كاميونه عبينا هيكم بالدبش الكاميونه هذه فيها اتاهم بعد بالتفصيل هاني باش نهبط اقعدوا انتم هنا وانا توا باش نهبط انا والجماعه والاولاد باش نجيبوكم شنو اللي جابوه الناس ليكم انتم تعالوا نوريهم لكم بالتفصيل شنو جابوكم الناس فهمنا فهمت. اوكي يا سيدي مرحبا هاي على الضالين امين يا سيدي وليد عندك هذا امشي مرة عندك اي الدنيا الكل حط هذيك يا جماعه هذه لبسه الولد ديكور جابوا له لبسه وجابوا له حوايج وجابوا له الدنيا الكل امور مريقله ها وغاز كبير تبارك الله هلا الحليب حطهم لنا هنا هاي مدام ها وجبنا لك الناس جاونا واللي كل واحد جاب حاجه وما يحبوش الكواسه وما يحبوش يقولوا داكوردو جبنا لك غاز جبنا لك كوش من عند جروب سيد عزيز زهير حمزة حمزاوي أيضا خدينا لك حليب طعام كامل للوليد من شركة حليب سويس لاك أيضا سي رياض الكسيكسي مشهور مشكور عفوا سي المهدي بس ديكور سيرفيس مشكور مضطر باش نسمي سامحوني سي المهدي سي المنجي القطي دلالة عبيدة سيرين فريال مريم بن علي حرم مجدي أبو نفيسة البحري لطفي حلمي بوعجيلة لميا غربية السيدة سلمى زين زين المبروك عزيزة عيادي روف البيجي إيمان النفزي أسوسياسيون أن أنفون أن إسبوار حنان القاسمي ليلى زريم هند بريك إيمان القاسمي أحمد الجروشي من ليبيا طرابلس وفيصل قداش من فيصل قداش ولا هذوما الناس اللي تبرعوا لك تبرعوا لك بهذوما الكل كوش حليب غاز حوايج للوليد الصغير هذا الحليب تاع عام كامل اجا ندخلوا شويه الكوش اللي قلت عليه بارك تلفزة اللي شفناها قبليك حويجات للوليد حويج لك انت والمسيو والكل شيء معناتها بارك الله هذوما كل الناس اللي جابوهم وبعثوهم وسامحوني كان نسيت بعض الاسماء اللي قالوا لي ما تقولش بكل باش نعطيك انفلوب الانفلوب هذايا فيه انت بعد حلم انت وراجلك تسمع فيا هذوما ناس انوني ناس من اللي ذكرت منهم وناس وخليهم يحبوش سمير روحهم أعطاوك الإعانة هذه سلموني أنا قضيات مديتهم لك بيه مع هذوك باش نزيدك فما ناس أخرين سلموني مبالغ مالية في الشيكات هذا 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 وهذا 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 تمشي تحل الكونت مدام الكونت نحبك تحلو باسمك خاطر الشيكات عملتهم باسمك خاطر نعرف ديما المرأة تستحفظ وخير من الرجل تلمد مليح 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 فهمت مبالغ محترمه باهيه ناس عاونوا لا تمشي تحل كونت في البنك طيب انا بعث لك واحده من صحافي ولا صحفيه من عندي ما نقول لك يمشي يحل لك كونت في بنك لهنا تمشي تصب الشيكات هذوما ديريكت في الكونت بتاعك تا يدخلوا كل الفلوس هذوما وهذوما فما حاجه فما قضيه بعثوهم ناس هاي خويا نمشيو نصحوا كونتراتونا نمشيو نصحوا كونتراتونا هاي خويا هاي سيدي ضمنوا على الخدمة ضمنوا لنا واضحة تسكن اليوم وتخدم اليوم السلام عليكم أهلا وسهلا أخويا مرحبا هوني مرحبا هاي تفضل هاي يا سي محشوب مرحبا تفضل
هلا بك. شنو حوالك يا خويا؟ لاباس صافا؟ ايا خويا تفضل. كيما اتفقنا كونتراتوك هو حاضر، هذا عقد العمل نتاعك. كيفاش نجمو نعملو توا؟ صعب بارك الله فيك وكثر خيرك خويا على اللي عملته معاه السيد. العرض نتاعك انت كان افضل العروض لانه اقترحت فيه خدمه وهي بينها في مقرها. سيدي والله هذاك كله على خاطر الوليد هذاك. ايوه. واحنا ملي شفناه في البرنامج حاولنا نتفاعلوا. ومش مزير. بارك الله فيك. ما قلبه رحيم. ان شاء الله هو زاد كيما احنا، ان شاء الله نكونوا في المستوى، هو زاد يكون في المستوى يحافظ على الخدمه نتاعو. فضلت ليه. لانه من اليوم راهو اوكي قينا له خدمه، ما يزم زاد هو يحافظ على خدمته. اهم شيء ينضبط ويخدم على روحه هكا في السوق. ان شاء الله مبروك عليه. ان شاء الله مبروك عليه. على بركه الله نصحه يا خويا. هاي تفضل سي محجوب. هاي سي محجوب صح لي خويا. يبدا يخدم التو ولا بغدوه؟ لا الليله يبيته. الليله يبيته غدوه يخدم. بس بك صح الله في الاخره. بس الله موصي بالحب. يا ناس حبوا الناس، الله موصي بالحب. الحب فرح الناس. الحلقة هذية تفتح فيها الستار كما تفتح الآن هكا. الحلقة هذه كانت من أجمل الحلقات في برنامج عندي ما قلك، وكان تشوفوا المد التضامني متاع الناس والمساعدات اللي جاتنا وقتها إلى درجة ولينا نرفضوا في العباد ولينا جينا ناخذوا معناتها فريمون، يعني تلموا كثر علينا الهدايا وكثرت علينا المساعدات ولينا خليناهم ريزرفيناهم الناس أخرين تستحق أكثر. لهنا نحب نقدم تحية للتوانسة الكل اللي بالفعل قلبهم كبير ويعطيهم الصحة وتبارك الله عليهم. ونحب ايضا تحيه شكر الرجل الاعمال اللي اعطى الدار واللي تكفل بالشهريه وبالخدمه ومعناتها بالفعل بدون تردد. تحيه كبيره ليه لانه هو اللي غير حياه العائله هذه. نعود مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل الاشهاري. طب